بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، صلاة وسلام دائمين أبديين سرمديين كما يحب ربنا وترضى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبلغنا مراضيه، وأن يوفقنا وإياكم للقول الحق والصواب إن شاء الله. الأداء القرآني أو الأداء الصوتي يعني هم يعني شيئين متفقين ومختلفين في نفس الوقت. الأداء القرآني في جزء تعبدي، وفي جزء يعني كبير، يعني القلب له دور كبير في تحسينه، غير الأداء الصوتي بشكل عام. إذا كان نتكلم على الإنشاد أو الأداء الصوتي بشكل عام، القرآن الكريم حالة خاصة، لأنه أنا عشان أتمكن من أداء القرآن الكريم أنا لابد أني أتقن عدة مهارات، هي أنا أشوفها هي العامل الرئيسي في حسن أدائي لكتاب الله عز وجل. أولاً أني أنا أستطيع أني أقرأ القرآن بطريقة صحيحة تجويدياً، أني أعرض القرآن على شيخ متقن يقوم قراءتي ويصحح لي مخارج الحروف. سبحان الله، هذه لها أثر عجيب في تقويم الأداء. بعد كذا أبدأ أتعلم المهارات اللي كيف أتعامل مع صوتي أنا. الصوت لابد يكون بين الإنسان وبين صوته علاقة، أنا أفهم صوتي. في أشياء الناس تتفق فيها، وفي ناس الأشياء يعني في أشياء الناس تختلف فيها. طريقة التعامل مع الصوت، عدم إجهاده بالصراخ والزعيق والإرهاق وكثرة الكلام، عدم أكل المأكولات اللي ممكن تؤثر على المعدة، والمعدة تسبب ارتجاع، والارتجاع هذا يحرق الأحبال الصوتية ويخليك يعني يعتبر من أعداء الصوت. إذا كانت المعدة سيئة وفيها اضطرابات، فمعناته أن الصوت خرب علينا هنا. أيضا المحافظة على لياقة بدنية جيدة، جيد المؤدي أو قارئ القرآن يكون له قسط يعني جزء من وقته في الرياضة ولو كانت المشي. شرب الدوافي بشكل عام مفيد، اليانسون والزنجبيل والأشياء هذه. وطبعا كل شخص عن الثاني يختلف. إذا كان اليانسون، قد بعض الناس يقول لك أنا والله اليانسون يسبب لي إشكالية، يعمل لي تلبخ في المعدة، فلا جنب اليانسون، ابحث عن مشروب ثاني دافي. هذا قبل الأداء. ليش قبل الأداء؟ لأنه أثناء الأداء ممكن يكون فيه الآثار الجانبية للمشروب. يعني لو كنت أنا أشرب زنجبيل، الزنجبيل مثلا من آثاره أنه مذيب للبلغم أكرمكم الله، فما حينفع أني أشرب الزنجبيل قبل الصلاة ب5 دقائق وأخش فتبدأ التفاعلات تطلع معايا، بدل ما يكون الزنجبيل بالنسبة لي شراب مفيد يكون شراب مضر. فعادة المشروبات العشبية والأشياء هذه تكون قبل الأداء بفترة حتى يستفيد الإنسان منها وتظهر آثارها وخلاص يرتاح. أفضل مشروب أثناء الأداء هو الماء الدافي، مجرد ترطيب للحلق ثم يكمل الإنسان التلاوة. لو جينا نتكلم من الناحية النغمية، أهل النغم وأهل الأداء عادة في بعض الناس عندهم يعني قبل أهل النغم في بعض الناس عندهم هاجس، يقول أنا أريد أن أتعلم المقامات حتى أقوم قراءتي وأحسن تلاوتي وأحسن. كلام جيد، لكن ليس هذا هو الأساس. الأساس هو أن تكون صاحب موهبة، هذا أولا. الشيء الثاني أن تكثر من السماع. أهل القوالة نسميهم أهل الأداء، إذا سمعوا واحد جيد في أدائه أول لقب يطلقوه عليه يقول لك هذا القارئ أو هذا المؤدي سميع. سميع معناته أنه المخزون اللحني عنده مليء وثري ومنوع، فبالتالي عندما يؤدي يؤدي من مخزون، ما يؤدي من فراغ. مثل المثقف اللي يتكلم أمام الناس، إذا كان أجوف وطبل ما يقرأ، ما هو مطلع، ما هو مثقف، ما راح يتكلم كلمتين على بعضها. وإذا كان شمولي ومطلع ويقرأ مباشرة تحت، يعني ستدرك أنه الشخص اللي أمامك هذا مليء. كذلك الألحان، كذلك الأداء المرتل، لابد للإنسان أن يكون مليء نغميا، يسمع كثير. والسماع هذا يكون منوع، ما يكون سماع عابر يعني أسمع لجهة معينة وخلاص، هي هذه أنا أركز
على شيخ معين او قارئ معين، وتكون الذاكره اللحنيه عندي غنيه فيه لكنها فقيره الى غيره، فبالتالي حيكون ادائي محصور. لكن لما يكون سماعي منوع، باختصار التغذيه السمعيه مفيده جدا في الاداء القراني، بحيث انه انا خلينا يعني نقول انه الاداء القراني يختلف عن اي اداء ثاني. ليش؟ لانه اداء ارتجالي. انا لما اقف في المحراب واقرا سوره البقره اليوم، لو قراتها بعد يومين الترتيل مختلف، ما حيكون نفس الترتيل. النغمه هنا في الايه هذه اختلفت عن النغمه في الايه في نفس الايه في اليوم الثاني لو قراتها مره اخرى. فالاداء ارتجالي، بما انه ارتجالي معناته انا هحتاج يكون عندي ثراء نغمي كبير جدا حتى اني استطيع انوع واكون مميز في ادائي. لكن اذا كنت ما اسمع كثير معناته ادائي حيكون محصور، وهذا للاسف نجده عند كثير من قراء القران الكريم الغير سميعه خلينا نقول، فتجد ادائهم واحد، التغيير بالنسبه لهم صعب جدا، ما في تنوع، وان تنوع وخرج عن المسار صعب جدا انه يرجع. طيب بعد ما اكون سميع هنا اتعلم المقامات. المقامات لما اتعلمها وانا سميع يسهل علي جدا، لان المقامات عباره عن تصنيف للحاله المزاجيه للحن. انا راح اتعلم تصنيف الالحان فقط، ما راح تعلمني كيف اقول وكيف اؤدي. كيف اقول وكيف تؤدي هذا تتعلمه بكثره السماع، بالتاثر، بالتقليد، بالمحاكاه، بعد كده تتكون شخصيتك. لكن ما ينفع انه انا اروح اتعلم المقامات، اتعلم اسماء الانغام واقول الان انا راح اؤدي وحيتحسن ادائي، لا مستحيل. يعني زي الرسام اقول له تعال اتعلم الالوان، تعال اتعلم الالوان، مجرد ما يتعلم تصنيف الالوان ومدلولاتها هو الان كده صار رسام؟ لا، ما صار رسام، حتى وان كان عنده اعلى الشهادات في الالوان، لانه ما مارس، ما احتك بالرسامين، ما كتب لوحات كثير، وما يعني عرض لوحاته على المختصين وعدلوا له ويعني قوموه. فهذا هو الاداء بشكل عام. بعد كده كيف اتعامل مع صوتي؟ بعد ما تعلمت المقامات انا كيف اتعامل مع صوتي؟ كيف اختار الطبقه المناسبه؟ من واقع تجربه، طبعا احنا في الاداء القراني ما عندنا علامه معينه اخذ منها الطبقه المناسبه لصوتي. فاحيانا ممكن اقول الحمد لله رب العالمين، انا هنا طلعت بطبقه عاليه جدا، فما راح اكمل ركعتين على بعضها الا وانا تعبان. واحيانا الحمد لله رب العالمين، طبقة واطية جدا غير مريحة لأذن المستمع. طيب كيف أختار؟ أنا إنسان إمام مسجد، أنا ماني مغني، ما عندي آلات موسيقية تصحبني، ما عندي أي مرشد للنغمة أو لطبقة الصوت. يعني أنا يعني اجتهدت ويعني وصرت أنصح نفسي وأنصح الأئمة، أقول إذا كبرت للصلاة كبر بلا نغمة، كبر بطبقة كلامك العادي. أنت كيف تتكلم مع الناس؟ السلام عليكم، كيف حالك يا أخي؟ إيش أخبارك؟ الله يبارك فيك، الله أكبر، بنفس الطبقة هذه. هنا رهبة اختيار الطبقة 50% راحت أو 70%. لكن لا تكبر بنغمة تقول الله أكبر، أنت ما أنت داري بدأت بإيش، بدأت بعالي، بدأت بطبقة منخفضة، ما تدري. فنبدأ بطبقة يعني بطبقة الكلام، طبقة الكلام العادي، وبعد كده أستهل القراءة بأقرب طبقة لطبقة الكلام، أكون حولينها أحوم. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لو لاحظت إنه الطبقة اللي أقرأ فيها الآن أنا قريبة من طبقة الكلام، مريحة بالنسبة لي، مريحة لكم كمستمعين، ما شديتكم بشيء عالي فوق وأنتوا الآن تنتظروا متى يتعب الشيخ، ولا بطبقة واطية جدا تحس إنك أنت غير مستقر وأنت واقف وتسمع للإمام، في النص. طيب كيف أتعامل مع النفس؟ أتعامل مع النفس أني أخذه عن طريق الأنف وأطلقه عن طريق الفم، أحاول كل شيء بالدربة يجي، كل شيء بالدربة يجي، أحاول قدر المستطاع أني أخذ النفس عن طريق الأنف وأخرجه عن طريق الفم. ممكن يكون لي تمارين خارج وقت الصلاة، السباحة رياضة القراء،
النوم خميرة الصوت. شوف العناوين هذه، التايتلات الجميلة هذه جميلة جدا. ترى كيف أطور من نفسي؟ اسبح، تعلم الغوص. أنت لما تغوص حتتعلم كيف تاخذ نفس وكيف تتحكم في النفس تحت الموية، لكن دخيلك اسبح تحت إشراف مدرب عشان ما تغرق بعدين تقول والله الغزالي وداني في داهية، ما ينفع. المشي، اللياقة البدنية بشكل عام، اختيار الطبقة المناسبة اللي تكلمنا عنها، طبقة الكلام، هي أنسب طريقة أنك تحافظ على مستوى صوت مناسب من بداية الصلاة إلى نهايتها. طيب بعد كده أبدأ أشوف أنا نفسي قبل الصلاة لو أكلت إيش أتعب. والله لو أكلت مقليات حيجيني حرقان وحتعب، أبطل مقليات. لو أكلت مكسرات حينشف حلقي، أبطل. لو شربت شاي حينتفخ القولون. لو شربت قهوة، لا، أبدأ أشوف الأكل اللي أنا أتعب منه وأجنبه قبل الأداء، خاصة الأداء الطويل زي التراويح، أحاول أني أتركه وأجل إلى بعد الصلاة. أنصح بملعقة عسل يستحلبها الإنسان كده ويعني يبلعها بهدوء مع حبة، سبع حبات من حبة البركة، جيدة بشكل يومي خصوصا بعد قبل النوم. يعني هذه من الأشياء اللي تحافظ إن شاء الله على الصوت بشكل مستمر طول الشهر.